الذي يصنعه ساهر يا ترى؟ ساهر، هل أنت بخير؟ مرحبا. أجل، أنا في أحسن حال. ماذا تحمل في يدك يا ساهر؟ هذا؟ إنها صفارة إنذار دحرج المعدلة. استمعوا إليها واستمتعوا. ما الأمر؟ ماذا حدث هنا؟ ربما عليك أن تسأل ساهر. حدث عطل بسيط في دحرج، لكنني سأصلحه. ساهر، كف عن العبث وعد إلى العمل. حاضر سيدي. وإلى أين أنتم ذاهبون في هذا الصباح المشرق؟ سنذهب في نزهة إلى الغابة. سنبحث عن بعض النباتات والأزهار النادرة، وسنلتقط بعض الصور أيضاً. وداعاً. انتبهوا لأنفسكم. سنفعل. واو، تعال وانظرا ماذا وجدت. جزر، هذه زهرة الجرس، وتبدو كطبق من المربى يحوم فوقه الذباب. أعلم هذا، أردت أن أتأكد إن كانت ستثير اهتمامكما. حسناً، سأعثر على النبتة الأكثر ندرة هنا. تعالي. انظري إلى هذا يا منى. إنه نوع نادر من الفطر، الفنغوس. أجل. أعتقد أن الظلام سيحل قريباً. لقد تأخرنا، علينا العودة حالاً. من أي طريق أتينا؟ من هنا على ما أعتقد. أظن أننا تهنا. لا، تهنا النجدة. نحن تائهون في الغابة، ساعدونا. الجوع يؤثر سلباً على العمل. ينقصها بعض الملح وبعض الفلفل. حسناً، سأكلها من دون الفلفل. لقد تأخرا كثيراً، كم أنا قلقة. لا تخافي، إنهما عاقلين، سيصلان قريباً. مرحباً. أهلاً أماني. أهكذا تستقبلان زبونتكما المفضلة؟ نحن آسفان، ولكننا قلقان على راجي ومنى، فقد ذهبا مع جزر إلى الغابة. أعلم هذا، شاهدتهم هذا الصباح، ألم يعودوا بعد؟ لا تقلقا، سأذهب معهما للبحث عنهم، إنه كلب تعقب ممتاز. أريد قطعة من ملابسي ولديكما كي يلتقطهما رائحتهما. حسنا، هذا جيد، ابدأ البحث. هيا يا همام. لا تقلقا، سنعثر على الأولاد. أتمنى ذلك. شكرا يا أماني. كانت شطيرة لذيذة للغاية. هذا صوت الكلب همام. يا إلهي، يا للمسكين، لابد أنه اشتم رائحة فلفل الطعام. ولما يوجد الفلفل على أرض المرج؟ أنا أرقته عن غير عمد،
فقد... هل هناك مشكلة؟ أجل يا ساهر، راجي ومونة وجزر مفقودون، وهمام كان يتعقب أثرهم ولكنه لم يعد يستطيع ذلك. يا لغبائي، أنا آسف يا همام. اسمعي، لا داعي للقلق، أنا سأجدهم، سأستقل سراب ونذهب إلى الغابة للبحث عنهم على الفور. سأستقل شهاب. ما هي وجهتنا؟ غابة الأصدقاء، سنفتش عن الأطفال التائهين. حسناً يا عزيزتي سراب، هذه حالة طارئة، فلننطلق. رؤيتنا. يبدو أننا عالقون هنا. مهلا، لحظة. ماذا؟ أهناك وحش؟ لا، خطرت لي فكرة رائعة. شيء مذهل، نحن هنا عالقون في وسط الغابة وراجي يريد التقاط الصور. مخطئ، لن ألتقط الصور، سأستعين بضوء الكاميرا. بالطبع، خطة ذكية، قد يستطيعون رؤيته من خلال الشجر. لا جدوى يا سراب، فضوءك الكشاف لا ينفذ إلى أرض الغابة. ما الذي يلمع في الأسفل؟ يبدو وكأن أحداً يحاول إرسال إشارة لنا. من ساهر إلى أماني، هل تسمعينني؟ هل عثرت عليهم؟ أعتقد ذلك، أحد ما يحاول إرسال إشارة من بين الأشجار، قد يكونون هم، إنهم على بعد 300 متر عنك، بزاوية 7 درجات إلى الشمال الغربي. علم! ظننت أنني سأنجح. كانت فكرة جيدة حقاً يا راجي. أجل، من المؤسف أنها فشلت. ما هذا؟ هناك وحش قادم في اتجاهنا. هذا ليس وحشا يا جزر، إنها أماني. أماني، كم نحن مسرورون برؤيتك. وأنا كذلك، إن والديكما قلقان عليكما كثيرا. أماني، لا أستطيع التعبير عن شكري. لا داعي للشكر، وعلي أن أقول إن الفضل كله يعود إلى ساهر. أجل، هذا صحيح، سراب كانت رائعة أيضاً. ما كان لي أنتبه لو لم تستخدم ضوء آلة التصوير. سنقدم لساهر هدية تعبيراً عن امتناننا. عذراً على التطفل، ولكن هل أجد عندكم مرشة فلفل إضافية؟ لا لا لا، لن يعمل هكذا، لنرى إذا وضعته هنا. يبدو أن ساهر يحاول اختراع شيء جديد يا همام. ساهر، ما الذي تنوي فعله؟ سأستعير مبرات الأقلام من عند نبهان. كلا يا ساهر، أقصد ما الذي تنوي فعله في كوخك؟ حسناً، إن كنت تصرين على أن تعرفي، أنا أعمل على اختراع محرك نفاث جديد من أجل دحروج. انتظري فقط حتى يكتمل يا أماني، سأصبح قادراً على الوصول إلى مسرح الجريمة بسرعة البرق، لكن ليس قبل أن أحصل على قلم رصاص مبري. ما هذا يا همام؟ لم يتبقى هناك متسع لساهر مع وجود هذا.
وها هو راجي يتقدم في اتجاه السلة لتسجيل نقطة. هاي مررها إلي، أنا أقرب إلى السلة منك. أتظن أنه بخير؟ ما هذا؟ النجدة. أعتقد أنه جزر. لقد علق رأسي. إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى المدرسة، مهمة بسيطة. علق رأس الجزر في سلة المهملات. احترسي يا لينا. هذا أفضل، أحسنت بتحريك ماسحات الزجاج. شكرا لك يا بنان. حاول أن تثبت في مكانك. أنا آسف، لنجرب مجدداً. علينا أن ننقله إلى محطة الإطفاء. لماذا؟ إنه لا يحترق. توجد أدوات خاصة هناك يمكننا استخدامها لتخليص رأسه من السلة. هيا يا جزر. أنا لا أرى شيئاً، أين الطريق؟ لا تقلق، بنان معك. مرحبا لينا، سمعت صفارة مسعفة و... انتظري لحظة. ماذا؟ هل هناك مشكلة؟ يمكنك قول هذا. نثر الأوساخ يعد جريمة حقيقية. ها؟ أعتقد أنك توافقينني الرأي. نعم هذا مؤكد. على الجميع أن يتعاونوا لتبقى شوارع مدينة الأصدقاء نظيفة. رمي الأوراق هنا وهناك شيء سيء، لم أتوقع أن يصدر هذا التصرف عنكما. لسنا من فعل هذا. ساهر، لدينا حالة طارئة هنا وأنت تعيقنا. خلصوني من هذا الشيء أرجوكم. مشكلة؟ أجل، نريدك أن تنزع السلة عن رأسه. أجل، ولكن برفق أرجوك، فأنا لا أمتلك إلا رأسا واحدا. لا تخف يا جزر، سأكون حذرا. إن لم يكونا بنان ولينا، فمن الفاعل؟ كن مستعدا يا شرارة، فقد حان وقت الاغتسال يا صديقي. انتبهي، لا تدع الصابون يدخل في عيني، انتبهي. لا تقلق يا شرارة. ما هذا؟ قفي مكانك، لا تتحركي. ساهر؟ إذن فهذه أنت يا فلفلة، صحيح؟ أظن ذلك، فعندما استيقظت هذا الصباح وجدت نفسي أنا. من فضلك يا فلفلة، أريدك أن تخبريني ماذا عن هذه الأوراق كلها؟ ها؟ إنها مزعجة، أليس كذلك؟ بل هي أكثر من مزعجة، إنها جريمة حقيقية. ولكن إن جمعتها كلها وبسرعة، ربما سأغض الطرف عنك هذه المرة فقط يا فلفلة. انتظر لحظة يا ساهر، هل تلمح إلى أن فلفلة مسؤولة عن كل هذه الفوضى؟ ومن غيرها؟ لست أدري، ولكنها ليست فلفلة. من المستحيل أن أفعل هذا. القضية تتعقد. حسناً، سأواصل البحث حتى أكتشف الفاعل. سأصلح صفارة إنذار دحروج يوماً ما. أمسكت بك بالجرم المشهود يا راجي. ماذا تعني؟ لم يخطر لي أو لأي فرد من الشرطة أن تكون أنت هو ناثر الأوساخ. عار عليك أيها الفتى، لقد خاب ظني فيك كثيراً. أنا لا أرمي النفاية، إنني ألتقطها كي أضعها في الحاوية، أترى؟ حسناً، انتبه إلى خطواتك، فأنا أراقبك، مفهوم؟ ساهر. المزيد من النفاية، وأمام مبنى المحافظة أيضاً؟ يا إلهي، لقد زادت الأمور عن حدها. شكراً لك، لابد أنها سقطت من جرابي. إذن فهذه ليست نفاية. لا يا ساهر، إنها رسالة. جيد، حسناً، في هذه الحالة يمكنك الذهاب. نفاية.
أرى المزيد منها. أنا في الطريق الصحيح مرة أخرى. قصة واحدة وستتخلص من هذه السلة يا جزر. حسناً. ليس قبل أن تنظف هذه الأوساخ يا جزر. إننا نطلق على الأشخاص المزعجين أمثالك اسم ناثري الأوساخ. انتظر قليلاً يا ساهر، سقطت هذه الأوراق للتو من السلة العالقة على رأسه. حقاً هذا؟ حسناً، في هذه الحالة التقط هذه الأوراق بينما أذهب أنا للبحث عن ناثري الأوساخ الحقيقي. إلى ساهر، تعال إلى مركز الشرطة، نبهان يطلبك. ربما اكتشف شيئاً عن القضية. سآتي حالاً. صفارة سخيفة. المزيد من الأدلة. أنا متأكد من أنني سأحل هذا اللغز وسأقبض على الفاعل قريباً. العميل ساهر في الخدمة سيد الرئيس. جيد، والآن ما تفسيرك لهذه الأوساخ؟ لا تقلق أبداً سيدي، أنا أتابع القضية. جمعت بعض الأدلة وأنا واثق كل الثقة من أنني سأصل إلى الفاعل قريباً. حسناً، ربما عليك أن تبدأ من كوخك يا ساهر. ماذا؟ كوخي؟ لماذا؟ لا، لا أصدق هذا، إنها الأوراق التي تحمل تصاميمي. يا للاول. أجل، يبدو أنك ناثر الأوساخ الوحيد في المدينة. أمنعك من تصميم أي شيء حتى تنظف المدينة بأكملها. أقفلت القضية أخيراً. أجل يا راجي، آسف لأنني اتهمتك. لا بأس يا ساهر، كلنا نرتكب الأخطاء. وأنت أكثرنا. صحيح. حسناً، من الأفضل أن أبدأ تنظيف المدينة. لست بمفردك، سنساعدك جميعاً. ماذا؟ أحقاً ستفعلون هذا؟ شكراً، شكراً جزيلاً يا رفاق. حسناً، إن هذا هو واجب الأصدقاء. صباح الخير. أهلاً يا شهاب، هل ستتناولين الفطور؟ بالتأكيد يا نادر، سأخرج همام وآتي. يبدو جائعاً أيضاً. الشطائر، العصير، الكاميرا. مرحباً همام. مرحباً همام. هاي، هل أنتما ذاهبان في نزهة؟ سنذهب لتعقب آثار أقدام الحيوانات البرية في غابة الأصدقاء. لم أكن أعلم أن هناك نموراً وأسوداً في غابة الأصدقاء. ليس هذا النوع من الحيوانات. سوف نلتقط صوراً للأرانب البرية والغزلان والطيور ونلصقها في دفتر العلوم. يمكنكما التقاط صورة لي أيضاً. تعال معنا يا نادر، سنتسلى. آسف، علي تنظيف المحطة مع دهشان اليوم. ولكن هذا ليس عمل الإطفائيين. الإطفائيون يقومون بكافة الأعمال بما فيها كنس الأرض وغسل الصحون. وماذا عنك يا أماني؟ أنا مشغولة، علي أن أنهي بعض الأعمال المكتبية. أعلم أنك تمل من الأعمال المكتبية، ولكنها جزء مهم من عمل الشرطة. مسكين همام، لما لا تأخذانه معكما؟ حقاً؟ حقاً؟ لا بد أنه يفضل الذهاب إلى الغابة على أن يحتجز في الداخل معي. منى، انظري إلى هذه، آثار أقدام ذات وترات. لا بد أنها تخص بطة. هيا يا همام، لنبحث عن البط. الكثير من الآثار. <تصفيق
اصمت يا همام. يا إلهي، لقد اختفى تماما. همام همام همام، ماذا حدث لك؟ انظري يا منى، علقت شوكة في قدمه. أتستطيع إخراجها؟ سأحاول ذلك. آسف يا همام، كنت أحاول مساعدتك. فلنأخذه إلى المستشفى يا راجي، سيتدبر بنان ولينا الأمر. لن يستطيع السير، ستنغرز الشوكة أكثر في قدمه إذا فعل. يمكننا حمله إلى هناك. إنه ثقيل جدا. علينا أن نفعل شيئا يا راجي. سنتركه هنا بينما نذهب لطلب النجدة. لن ينجح هذا لأنه سيلحق بنا. ليس إذا ربطناه بإحدى الأشجار. علينا أن نغطي قدمه المتقرحة كي لا تعلق الأوساخ عليها. سامحنا يا همام، نحن مضطران لفعل ذلك. ستكون بخير هنا يا همام. سنعود في أسرع وقت ممكن، نعدك. ابق هنا يا همام، مفهوم؟ إلى المستشفى وأطلب المساعدة. وأنا سأذهب لإعلام أماني بالأمر. التقطي أنفاسك يا صغيرة، لما العجلة؟ ما وراءك؟ مسيفة، علينا الإسراع. همام مصاب، إنه في الغابة. أماني، همام مصاب. وأين هو؟ في الغابة، اضطررنا لتركه، فهو لا يستطيع السير. لقد تركناه في هذا المكان. هل أنت متأكد؟ فجميع الأمكنة متشابهة في الغابة. أنا متأكدة من ذلك. انظروا، آثار أقدام همام. حسنا، سننقسم إلى فرقتين للبحث عنه. سأذهب مع بنان ومونة من هنا. راجي وأماني، اتبعاني. تنتهي آثار الأقدام هنا. هناك المزيد منها هنا، لقد سلك هذا الطريق. إن هذه الآثار جديدة. هل هذا وبر همام؟ أجل يا راجي، لابد أنه كان يترنح أثناء سيره فوقع على الأجمة. إذن فنحن في الطريق الصحيح. من هنا. هناك. ظننا أننا فقدناك يا همام. مرحبا همام. ماذا تقترحين يا لينا؟ لما لا نجرب نزع الشوكة بالملقط يا بنان؟ اثبت قليلا. لقد خرجت. رائع، أحسنت يا همام. اهدأ يا همام، لم ننتهي بعد. علي أن أنظف جرحك ومن ثم سأضمده. سألتقط صورة لهمام وهو يبدو كالجندي الجريح. ابتسم يا همام.
أنت شجاع يا همام، تستحق وجها باسما. وأنتما أيضا تستحقان لصاقة الوجه الباسم. شكرا بنان. شكرا بنان. أمنعك من القفز لفترة، يجب ألا تضع ثقلك على قدمك. ستختبر شعور الاستلقاء على الحمالة، سيتم حملك طوال الطريق إلى خارج الغابة يا همام. انظر، شهاب ينتظرك ليعيدك إلى البيت. أجل يا صديقي، لا تقلق، سأوصلك إلى مركز الشرطة في لمح البصر. هذا جيد، عليك أن تراقبيه جيدا يا أماني. نظفي جرحه مرتين في اليوم ودعيه يرتاح. لا أظن أنه سيكون مريضا مطيعا يا لينا. ربما لا، لكن عليكم أن تحاولوا جاهدين. أشكركم على كل شيء، إنه واجبنا. إلى اللقاء. مؤسف، جئنا لالتقاط صور للحيوانات البرية فلم نحصل إلا على صور للبط وصورة لهمام الجندي الجريح. أعتقد أن علينا العودة غدا. أتسديان لي خدمة؟ أجل. بالتأكيد. لا تأخذاهما معكما. أماني محقة، دعاه يجتز ما أصابه في هذه المغامرة أولا. هل نوصلكما؟ أجل من فضلك. اصعدا إذن.